اسد يعني. يعني خلينا نتكلم برضو، يعني احنا فتحنا مجال بقى في اليوم السابع اللي انت الجورنال اللي هيطلع بكره ان شاء الله، ان شاء الله بنتكلم في مجال بقى صعب جدا، يعني من وجهه نظري الشخصيه صعب جدا. كميه انا لما بروح في يا جماعه عند بتاع جرايد والله العظيم ببقى محتار جدا، ببقى محتار كميه جرايد غير طبيعيه، كميه الجرايد غير طبيعيه. دي ما هياش ازمه، لانه مهما وصل عددنا نحن اقل بالنسبه للعالم الذي يقرا. يعني لو قلت لحضرتك انه مثلا في النمسا في اكثر من 200 اصدار مسائي، واحد بيبقى اغلبهم قريب من اللي هو الاعلانات وكده، لكن بتحمل معاها اخبار وما الى ذلك. لو احنا هنا في مصر قدرنا نخلي المهنه دي فيها معيار كفاءه، وظهرت شركات وما يسمى بالجرائد المستقله بالفعل، مش المستقله عن شيء ما، المستقله كفكره ماديه.